القوى الجوية يرفض تفريغ لاعبينه للمنتخب الأولمبي. السلام عليكم حبايب قلبي، أنا رضا حبيب وجايكم بخبر وفيديو جديد، حياكم الله أخوان. القوى الجوية يرفض تفريغ لاعبينه علي جاسم ومصطفى سعدون لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام، وأتى الرفض كون البطولة خارج أيام الفيفا داي. وبالجانب الآخر، المحترفون الذين رسميا تأكد حضورهم هم كل من اللاعب علي الموسوي والحمو وبلند ورومان دولاتشي ويوسف الإمام ومنتظر محمد. بالتوفيق لمنتخبنا الأولمبي بمشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام، وإن شاء الله خطف أحد البطاقات المؤهلة للأولمبيات باريس.